معنى الهدى ويشربك. صعب ما تمشي في سكته بيهزمك ويلططك. اوعى الشيطان بعد الصيام يمسك شباكه ويخطفك. شرع الاله طرق النجاة اوعى يفرقك مصطفك. من عمق قلبي كل عام بل واعوام وانتم طيبون وبصحة وسعادة تتمتعون وتنعمون. وتقبل الله الصيام مع القيام وما به تتقربون. ومن المنى ان تمنحونا دعوة يوما وانتم تخبرون. انا بقى الصراحة عايز اتركم من الجو ده، بس مش هعمل تحت عرض الصار يوم الكون نبدي كده وخرجوا يعني تتقلق ايه كده مش عارف بتخلي لا خرجوا بيعمل بامر لا يوم الجو ده. فتعالوا نشوف غلط الطريق، تعالوا نشوف الطريق اذا غلط. بس حد يقول له ازاي؟ اشمعنى؟ استناني بقرا معاك. اذا ما زرتهم عز اللطيف وحاذر من لقائهم السخيف. ولا تحلم بحق الضيف فيهم فما سمعوا بحق للطيور. وحظك منهم شح قطاع وظن بالفلافل والرغيف. وحين تقابل المحروسة منهم ولو في الصيف تشعر بالخريف. وتسمع بعضكم من صنع بعض يقول مع التحسر يا كسوفي لقد فاق من دنيا يخرب سفر ليه؟ طب ما بيحكي ايه؟ لا انا قلت القصير كمان لا، بس الراجل اللي طوروه يقابلنا 3 سنين ورا بعض ده يعني عمل معايا عمايل. ف الواحد طالع اخر مره بيقول لي احنا مش هنيجي هنا تاني. قلت له لا والله هنيجي، احنا بنيجي لله، بس لو جينا والله الراجل ده ما يقابلنا، الراجل ده يقعد مع المستمعين. صحيح وانا قلت له فتح عليه ووسع عليه، بس حاجه عجيبه جدا يعني الدكتور جابر بقول له قال لي والله يعني ما تمنيت الطعام الا عندما زرته. حاجة عجيبة يعني. انما والله فيهم ناس جواب يعني، هو الكلام في القصيدة مش عشان كده يعني. فاسمعوا بعدين. فقد فاق بني دمياط طرا ويخجل من صنيعهم الملوك. فما بالشاي يكرم اي ضيف وتبكى للسقيم وللخفيف. لقد غضب الطريق وحار فيهم وثارت من بلادتهم حروفي. وقلت ومن معي مما دعانا نفوق لان نعبر بالجفوف. يقولون الصروف بلا حياء وتشكو منهم كل الظروف. لقد ظلناهم من قبل هذا فانصرفوا مع اللوم العميق. فلا تحسب ولا تحزن عليهم فما تكمل الرياح من الرصيف. اكاد اشك ان الخضر لما اقام جدار ايتام بريفي اتى من نسل هذا الريف قوم بهم عمر قلوب قصرت عليهم وبهم كرام. نعم. في قافية احد من السيوف لعلهم اذا جئنا اليهم اناه صاحب العقل الحصين ليعرف حق من جاءوا ضيوفا وما ادنى مهمات المضيق. هنالك لا نقول بكل اذن كلاما جاء من قلب اسيف. اذا ما زرتهم عزب اللطيف وحازر من لقائهم السخيف. لا حول ولا تحلم بحق الضيف فيهم فما سمعوا بحق
كما سمعوا بحق الدكتور. هذه القصيدة يعني لها بركات كبيرة.